يبقى عندي هنا 1 بلس 1 هو اوفر مش مفروض افك الكوس يعني مثلا ربع تترف في اكس ماينس 4؟ ليه هتلف في اللفة الجامدة دي يا يوسف؟ ليه يا حبيبي؟ أنا عايز الـ value of x، يعني وفر الموضوع شوية، طيب تمام. فاهمني؟ طيب، يبقى أنا عندي دلوقتي 1 plus 1 over 4 x minus 4 squared equals إيه؟ 5. يبقى x minus 4 squared، طبعا 1 plus 1 over 4 هتدينا 5 over 4 equals 5. طبعا ده سيكشن كالكليتور، وانت معاك الكالكليتور وتشتغل عادي. يبقى x minus 4 squared equals 5 times 4 over 5. cancel 5 مع ال 5، يبقى x minus 4 squared equals 4. يعني x minus 4 equals square root ال 4 اللي هي تدينا positive or negative 2. تعالى بقى نشوف الاكس بتاعتنا هنا ايكوالز ايه. اكس خلاص ايكوالز لو هي شكرا يا متر، خلاص فهمت يا متر. اوكي يا حبيبي، اوكي نيجي لمين بقى؟ لنمبر 17. 17 بتقول لي ايه؟ The equation of a circle in the xy plane above where k is an a constant is shown above if the radius of the circle is 6. ومديني الايكويشن في الستاندرد فورم بتاعت الايه السيركل. الريديوس بتاعنا ب 6، وات ذا فاليو اوف كي؟ طيب احنا عارفين بنطلع الريديوس ازاي من الستاندرد فورم، سكوير روت اي اوفر 2 سكوير بلس بي اوفر 2 سكوير حاضر بلس سي. الار بتاعنا ب 6 ايكوالز الاي بتاعنا اهي ب 4 اوفر 2 4 over 2 2 power 2 تدينا 4 plus ال b بتاعتنا ب 4 4 over 2 2 برضه تدينا 4 plus مين ال constant بتاعنا اللي هو ال k. ندخل الناس ونكمل. عند كده 6 equals square root 8 plus k. هنودي السكوير روت تو اذر سايد باور 2 عشان نخلص منه. يبقى 36 ايكوالز 8 بلس كي، هو بيسال عن الكي، يبقى ماينس 8 ديت تدينا 28. ادي الكي وصلت. تمام يا مستر. تمام نيجي لمين؟ وات از ذا افريج ريت؟ نشوف بس ده بيقول لي ايرنينج بير دولار شيرز ان دولارز. ماشي، وذ الداي ذا جراف اباف شو ذا ايرنينج بير شير اوف ستوك. حاضر. فور ايميلي الكترونكس فور ذا فيرست 8 دايز ان مارش ذيس يير. ماشي، وات از ذا افريج ريت اوف تشينج بتوين داي 1 اند داي 8؟ Day 1 اهو، فين day 8؟ day 8 اهو، عايز اللي تشينج اللي حصل. هو يعني من الاخر كده عايز السلوب تشينج ان ريت، بيسالني بطريقه اندايركت كده طلع لي السلوب. طب انا ما فيش لاين هنا، ما هو بيقول لي من day 1 لday 8، فانا رسمت لاين كده، فبقت البوينت دي عباره عن 1 و2، البوينت دي عن عباره عن سوري داي 8، داي 8 اسف سوري يا شباب. يبقى اللاين ده هنا 1 و2 وهنا 8 وكام؟ 8 وكام؟ 8 و10. طلع السلوب y2 minus y1 over x2 minus x1 يعني تدينا 8 over 7 يعني C. وصلت 18؟ انا مستر عملت اسلوب بس اخدت اي نقطه تاني يعني، ما خدتش بالي ان هو مثلا عايز لا مش لا مش اي نقطتين، هو عايز من داي 1 لداي 8، يبقى عندي بوينت الاكس ب 1 وبوينت الاكس ب 8، اشتغل بقى على الواي بتاعته. تمام شكرا مستر.
عفوا يا عمر. نيجي لمين للي بعده؟ نمبر 20 هتكون سي، 21 هتكون بي، 22 هتكون A، 23 هتكون A. يلا بينا. 21 22 21 22 اوكي. حاجة 21 بتقول لي the sum of four numbers is 783. عندي four numbers السم بتاعهم ايه؟ 800 783. ادي السم بتاع four numbers. ماشي. one of the numbers a، يعني عندي رقم اسمه a، is 25% more than the sum of the other three numbers. What is the value of a؟ حلوة أوي البروبلم دي، وهي يعني تريكي شوية. هو بيقول لي إن الـ A دي بتزيد عن الصم بتاع الـ 3 numbers بكام؟ بـ 25%. ده معناه إن أقدر أقول له كده إن الـ A equals 1 plus 0.25 من مين؟ من الصم بتاع الـ A الـ 3 others. هو زي ما بيقول له و A is 25%. حلو قوي. يبقى معنى كده ان الـ A بتاعتنا 1.25 من الصم بتاع الـ A اخر ثلاث ارقام. طيب الـ A دي بتمثل 1.25 من الصم بتاع الثلاث ارقام، يبقى الصم بتاع الثلاث ارقام دول الباقيين عبارة عن إيه؟ عبارة عن الصم أهو بلس، نركز بس في الحتة دي لو سمحت، 1.25 من مين؟ من الثلاثة الباقيين. ده كله يديني إيه؟ 783. يبقى 1.25 ده الـ A بتاعت أهي اللي هو الرقم A بلس الثلاثة الباقيين دول الصم بتاعهم يديني كام؟ 783. وصل الحتة دي؟ عشان هي يعني تريكي شوية. طيب أيوة. S بلس 1.25S تدينا 2.25S. ليه؟ لأن في هنا 1، ده كله equals 783. أنا كل ده عايز أوصل لمين؟ للـ value of A. لو عرفت الـ S بكام؟ أقدر أطلع الـ A بقى، أعوض عنها هنا تطلع لي. طب أقدر أعمل shift solve كده سريع، أو S equals 783 divided 2.25. حد يقول لي بس بسرعة كده equals إيه؟ 348. أوكي، الـ A بتاعتنا equals إيه بقى؟ 1.25 times 348. شو بقى تطلع ايه؟ 435. يبقى انت كل مطلوب منك بس تعمل translation بس مش اكتر. نيجي لمين؟ ل 22 بتقول لي ايه؟ Mr. Lee brought reading books. Mr. Lee gave reading books to his class. للكلاس بتاعه. بص بقى بيقول لي ايه هنا. If each student takes five books. نقول تاني. أنا دخلتكم يا جماعة. Mr. Lee brought reading books to his class. If each student takes five books. يعني لو كل طالب، نقول مثلا كل X students take five books. There will be، خد بالك بقى من الحتة دي وخد بالك من الحتة دي. There will be
15 books left. نفس البروبلم دي جت في الاي اس تي في سيكشن برضو كالكليتر انا فاكر، بس مش فاكر كان اني شهر، بس نفس الفكره كانت بتكلمني عن دوكمنتس. لو حد فاكر، لو حد من الطلبه اللي حلت معايا الامتحان ده، ما علينا، يبقى حلو تاني. انت عايز اعرف طب؟ نعم هعرف لك تقريبا شهر امتحان شهر اكتوبر هو عاد. لا مش اكتوبر اللي فات، لا لا تمام. لا لا مش اكتوبر اللي فات. المهم يعني هو عمل ايه دلوقتي؟ بيقول لو كل ستودنتس خد 5 بوكس، يعني 5 تايمز كل ستودنتس اهو، بص بقى بيقول لي ويل بي 15 بوكس ليفت، هيتبقى معاه كام؟ كانه الانيشال بتاعنا اهو، اقول بلس 15، اوعى تعمل ماينس 15. هتقول لي اصل ده ليفت، لا ما هو ليفت يعني بعد ما وزع على كل طالب 5 بوكس يبقى معاه 15، يبقى ده التوتال بتاع البوكس كلها. ماشي. There will be 15 books left. بص بقى الجمله اللي بعدها. If 5 students don't take book، يعني عندي 5 students ما خدوش book، طب هما الستودنتس بتوعنا ايه؟ وناخد بالنا بقى من التركاينه، لازم اقول ايكوالز، لان هو مديني ايه؟ هو مديني نفس النمبر اوف بوكس بس تو ديفرنت سيتويشن، يعني موقفين مختلفين عن بعض. بيقول لي والله لو هو وزع على كل طالب 5 هيتبقى معاه 15، انما الجمله اللي بعديها if 5 students don't take book a book and the rest of the students take 7 books. بص بقى يعني 7 تايمز، اقول ايه بقى؟ تايمز النمبر اوف ستودنتس اللي هي تايمز اكس، لا تايمز اكس ماينس 5. ليه؟ لان انا عندي 5 ستودنتس دونت تيك ا بوك. مفهوم الحته دي؟ تمام. بيقول لي ايه بقى بعدها؟ تيك 7 بوكس ايتش، ذير ويل بي نو بوكس، خلاص مش هيتبقى كتب، يعني بلس زيرو. How many books were brought to the class؟ خلصت خلاص، شفت صفه طلع له الاكس بقى على الكالكليتر على طول. طبعا في ناس بتنسى انها شغاله بكالكليتر، انا واحد منهم. تعملها بقى منتال كده على طول، هنودي دي الناحيه الثانيه هتدينا نيجاتيف 2x، هنودي دي الناحية الثانية تدينا negative 50 divided by negative 2 divided by negative 2، يعني الاكس بتاعتنا بكام؟ ب 25 تي الاكس، ده number of students. طب انا عايز بقى how many books، عوض في اي equation براحتك. معايا يا شباب؟ معاكم. اوكي يبقى 5 times 25 plus 15 وشوف هتديك ايه. في حاجة تانية هنا؟ اوكي. البيج اللي بعده. قربنا نخلص البتاع ده ونخش على بريدكشن 7 بتوع جريد 10. انا بعت لكم التيست بتاع بريدكشن 7. مستر بعته. بعته؟ تمام. ادي الانسرز بتاعتنا بتاعت البيج دي. نعم 25 24 و 27.
في حد فتح المايك بليز يا جماعه، ممكن تقفل المايك معلش. 24 بتقول لي in the figure above BE to ED BE to ED 3 to 2 محمود اوكي لا the area of BE يا جماعه في حد فاتح المايك is 15 and the area of BEA BEA is 12 ماشي. What is the area of AEC؟ عايز الاريا بتاعت AEC. طيب ما ماشي، هو مديني هنا الريشيو ما بين BE ED 3 to 2، فده معناه ايه؟ معناه ان الاريا بتاعت ده الاريا بتاعت ده 3 to 2 برضه. طيب تعال نسمي مثلا الاريا بتاعت ده X والاريا بتاعت ده واي. هستفيد منها ايه؟ لو عرفت الاريا بتاعت اكس بكام اللي هو ده والاريا بتاعت واي بكام، اعمل لهم اد، حلت البروبلم على طول. طيب نشتغل عليها ازاي؟ تعال نشوف. هو بيقول لي بي اي تو اي دي 3 تو 2 يبقى تريانجل بي اي سي 2 اي D C equal 3 to 2 برضه، اللي هي equals ايه؟ 15 over X. متهيألي كده انت مسكت طرف الايه؟ الخيط بتاع البروب. يبقى الـ X هنا equals كام؟ 3 times X. طيب ليه الريشيو ما بينهم كده؟ لسه هنا مش انا عندي سايد هنا اهو موجود في التريانجل اللي الاريا بتاعته ب 15 وعندي سايد اهو في الـ في في التريانجل الاريا بتاعته باكس، يبقى الريشيو ما بينهم 3 تو 2، يبقى الريشيو ما بين الاريا 3 تو 2. دي قاعده حضرتك ولا نعم؟ دي قاعده حضرتك ولا كونكلوجن؟ مش كونكلوجن ولا قاعده، ما يا حبايب قلبي السايد عندي هنا ب 3 اهو والسايد هنا ب 2، يبقى البريمتر بتاع التريانجل ده للتريانجل ده 3 تو 2، تبقى الاريا بتاعت التريانجل ده للتريانجل ده 3 to 2. مش المفروض الاريا تبقى اعملها سكوير؟ تعملي ايه سكوير؟ الريشيو. لا هو مديكي السايد هنا سايد، بص يا ماما مديكي سايد هنا، هو ده مش طوله 3، ده الريشيو بتاعته 3 to 2. يعني ايه؟ يعني الاريا بتاعت ده 1.5 من الاريا بتاعت ده، تمام 3 over 2. فانا بشتغل على ايه؟ بشتغل على الاريا بتاعت اكس ده، سميته اكس اهو، فبجيب الريشيو ما بينهم اللي هي 3 to 2 equals، هو اداني الاريا اوريدي ب 15، يبقى 15 over الاريا بتاعت تريانجل اكس. يعني تريانجل اكس equals ايه بقى الاريا بتاعته؟ 2 times 5 30 divided، يبقى تدينا 10. اي لو عملت 15 divided by 10 ما فعلا هتدينا برضه 3 over 2. طيب طلعنا x، عايزين y، نفس الكلام اهو، السايد ده موجود في التريانجل ده برضه والسايد ده موجود في التريانجل y الصغير ده، يبقى اقول له كده تريانجل b e a to تريانجل a e d 3 to 2 برضه، اداني الاريا بتاعت ده ب 12، يبقى 12 over y يعني 3y equal 24، يعني الواي ب 8. الكالكوليشن ده سهل يعني تعمله، يبقى ده الاريا بتاعته 10، ده الاريا بتاعته 8، يبقى الاريا بتاعت التريانجل ده كله is 18 اللي هي b. طب سألني نيجي لإيه؟ 25. نعم. ممكن سؤال يا مستر؟ آه تفضل، علي صوتك بس. حضرتك أنا مش فاهم ليه عشان 9 3 to 2 فيبقى الـ areas بتاعتهم 3 to 2، إيه العلاقة؟ بس أنا مش فاهم.
بص طالما في ريشيو كده يبقى كأن في سيميلاريتي ما بين التو تريانجلز، ما هو مديك ريشيو يبقى في سيميلاريتي ما بينهم. فهمتني؟ حياتك تقصد عشان في كومن سايد يعني؟ ايوه، ما هو مديني البي اي موجود فين؟ في التريانجل بي اي سي، والاي دي موجود في التريانجل دي اي سي. فهمتني؟ يعني حياتك بالشكل ده بي دي هتبقى بربنديكولار على اي سي صح؟ بي دي بربنديكولار على اي سي. مين قال انها بيربنديكولار؟ اصل حياتك يعني احنا محتاجين الاريا، لو 3 to 2 والاريا تبقى 3 to 2 يبقى المفروض تبقى الاريا بتاعت كل واحد منهم اي سي تايمز السايد بتاعها اللي هو بي دي او الاي. الفيجر اولا الفيجر نوت دروين تو سكيل. اوكي، هو بيسالني عن مين؟ عن الاريا بتاعت اي اي سي بس. اداني جيفن واحد بس، قال لي ان الريشيو ما بين السايد ده للسايد ده 3 to 2. فده معناه ايه؟ معناه سواء بقى بريميتر او اريا هتبقى نفس الريشيو ما بين ده اللي هو بي اي سي لدي اي سي، نفس الريشيو 3 to 2. ملاش علاقه بقى بيربنديكولار، انا مش عايز بيربنديكولار هنا في حاجه. يعني دي قاعده حضرتك؟ اعتبرها رول. اللي هو الرول، طب الرول دي تتكتب ازاي يعني؟ نحفظها ازاي الرول؟ مش رول يا حبيبي تتحفظ. انا عندي بي اي اهو، حاضر يا مس سلام، عندي بي اي ده لاي دي الريشيو ما بينهم 3 تو 2. فده معناه ايه؟ معناه ان انا بتكلم عن سايد، فده معناه ان السايد ده بي سي للسايد مين؟ اي سي برضه 3 تو 2. فاهم قصدي؟ يعني كاني في سيميلاريتي ما بينهم. السيميلاريتي عبارة عن ايه؟ عن بروبورشن ما بين التو تريانجل ريشيو. فده 3 اوفر، كاني بقول ايه مثلا لو اعتبرتها 2 تو 1 يبقى ده التوايز بتاع الصغير الضعف بتاعه، يبقى الاريا بتاعه ده ضعف الاريا بتاعه ده، يبقى البريميتر بتاع ده ضعف البريميتر بتاع ده. وصلت؟ ايوه فهمت يا مستر، خلاص شكرا. عندنا ايه؟ عايزين 25. بتقول لي ايه؟ in the function above a b and k are constants. مديني هنا equation ناخد بالنا vertex form. if a and k are negative. a and k are negative ده معناه ايه؟ معناه ان البروبلم بتاعتي عامله downward والكي بتاعتي بالنيجاتيف اللي هو الكوردينيت بتاع الفيرتكس للواي. طيب ار نيجاتيف نوت ويتش اوف ذا فولون كان نوت بي ترو، اني واحده من دي كان نوت بي ترو. سكتش بسيط كده اهو، الايه عندي بالنيجاتيف وحاطط لي هنا البي بالنيجاتيف، يبقى البي بوزيتيف اللي هي الاكس بتاعتنا والكي بالنيجاتيف. ماشي وات ايفر بقى نيجاتيف ايه، المهم ان الفيرتكس بتاعتها تبقى عامله كده اهي. ممكن بقى تحطها 2 زي ما انت عايز. السؤال ايه بقى؟ which of the following cannot be true، اني واحده من دي ما ينفعش تكون اجابه صحيحه. تعال نشوف. f of 5 equals negative 1، يعني لو الاكس 5 تبقى الكي بتاعتنا او الواي بتاعتنا بنيجاتيف 1. ماشي، يعني مثلا هنا هيقطع البرابل اهو، ممكن يقطعها فين؟ في نيجاتيف 1. دي تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع، ما خدهاش، انا عايز اللي ما ينفعش. طيب بس ناخد بالنا من نقطه مهمه جدا هنا، لو غفلتها هو قايل لي a and k are negative. مهمه جدا النقطه دي. طيب لو الاكس بتاعتنا ب 1 يبقى الكي تبقى الواي بتاعتنا بكام؟ الاكس ب 1 مثلا هنا، انا كده كده الفيرتكس وقع هنا، الاكس بوزيتيف والكي بتاعتنا نيجاتيف. طيب
لو الاكس ب 1 equals k خلي دي على جنب. طب تعالى ل c f2 equals b البي عندي بوزيتيف يعني 2 لازم تديني بوزيتيف هنا البي لا تنفع تنفع لانه بيقول لي هنا لو الاكس ب 2 تبقى الواي بتاعتنا ب بي طيب هنشرب على دي تعالى لدي F3 equals 1 يعني لو الواي ب 1 الواي ب 1 اهي اه لا تمام يبقى نشطب على بي يبقى احنا شطبنا على A وعلى C طب ليه شطبنا على B؟ هو بيقول لي هنا الكي بتاعتي الواي بتاعتي بكي واحنا قلنا الكي نيجاتيف فاستحاله الاكس تطلع لنا ايه؟ تطلع لنا لا ممكن الاكس تطلع بوزيتيف ممكن لو نيجاتيف كي اهي لو الواي بالنيجاتيف الوحيده اللي مش هتنفع معانا لو الواي ب 1 لان بص الفيرتكس فين؟ لو الواي ب 1 استحاله يعمل انترسكشن مع مين؟ مع البرابلا بتاعتنا يبقى هي دي اللي انا بدور عليها اللي هي مين؟ دي وصلت يا شباب؟ يعني احنا لسه مش بنختار اي حاجه فيها الواي بوزيتيف يعني مش فاهم السؤال معلش تاني سؤال يعني لما تكون الواي في البوزيتيف مش بنختارها حسب يعني بص هنا بيقول لي ايه الواي هنا هي في النيجاتيف اوكي فممكن الاكس تطلع صح بالبوزيتيف اهو لان انا واقع فين في الربع الرابع فده معناه ان الاكس بوزيتيف والواي بتاعتي نيجاتيف فدي تنفع انا ما اخدهاش خدي بالك عشان قايل لك كان نوت الوحيده اللي استحاله تنفع هي دي ليه؟ لان الاكس عندي بوزيتيف والواي بوزيتيف ليه سي ممكن تنفع؟ نعم ليه سي ممكن تنفع؟ اف كم؟ سي ايه اللي ممكن ينفعها؟ مش الاكس ب 2 والواي بي بي الواي بوزيتيف اهي مش هو حاطط لي في البراكت نيجاتيف بي تخرج لي بره البراكت بوزيتيف فده معناه ان الواي بتاعتي بوزيتيف يبقى تنفع ان الاكس عندي بوزيتيف مستر ممكن تشرح مساله برضه ما فهمتش يا مستر حاضر لحظة بس عشان البتاع عنك هي كانت رقم كام؟ هي المسألة كانت بتقول ايه؟ نعملها هنا لأن البتاع مش عايز يعمل زوم وبعدين نبقى نقفله ونرجعه تاني المسألة كانت بتقول ايه؟ ادوني الايكويجن تاني معلش f of x equals ايه؟ قرينا عندكم f of x ايه؟ بعد كده أيوة. quotation x minus b ايوه باور 2 بعد كده بلس k بلس k وقايل لي ايه؟ بيقول لي اه ماشي والk نيجاتيف سؤاله ايه؟ سؤاله بيقول لي which of the following cannot خلاص تعالى الاول نحط الفيرتكس بتاعتنا الفيرتكس هتبقى فين طبعا البرابلا هتبقى داون وورد تبقى بصه لتحت طيب وات ايفر بقى البي دي بكام البي دي مثلا بنيجاتيف 3 مثلا يبقى انا هحطها ايه على الكوردينيت بتاعي بوزيتيف 3 والكي نيجاتيف يبقى الفيرتكس واقع فين في الربع ايه الرابع النقطة دي مفهومة كده؟ معلش يا مت أقول تاني ما سمعتش كويس. تاني. آدي الستاندرد فورم بتاعت الفيرتكس فورم أهي. هو مديني نيجاتيف بي جوه البراكت. فده معناه إن الكوردينيت بتاع الإكس إز بوزيتيف. أوكي؟
اوكي مش تمام. لازم يا مستر، ممكن يكون نيجاتيف. انا مستر كنت قلت له برضه مش لازم، ايه الشرط؟ ما هي اصلا لو بوزيتيف كانت الاجابه سي تنفع، لان ما ينفعش اصلا يطلع لي واي ببوزيتيف. بتكلم على حاجه ايه هي، عايز اوصلكوا للنقطه دي. وات ايفر البي بكام، بس اهم شيء ان الاي والكي تبقى ايه، نيجاتيف. فحتى لو البي بتاعتي نيجاتيف اهي هتبقى عامله كده، اهي هتبقى واقعه فين برضو، في الربع الثالث. اللي انا اقصده ايه، ان استحاله الواي بتاعتي تبقى بوزيتيف اهي. اه طب انا يا مستر ما عملتوش جراف وعملت يعني الواي بوزيتيف، هي دي الاجابه المفروض ناخدها. اي ماشي اوكي، ما انا يا حبيبتي بشرح لك A و B و C و D. تمام، ما قصدي انت كان. طب انا هقول لك انا فهمت ايه، انت قول لحضرتك هو صح ولا لا. تمام قول يا حبيبي. اللي هو ان B مش شرط تبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف، بس في كل الحالات Y مش هتطلع بوزيتيف استحاله، لان لازم الواي تكون less than zero. اي لازم، فلما او اف 1 ايكوال بي احد دي ممكن تبقى صح في شويه حالات، يعني مش لازم تبقى غلط. خد بالك هو قايل لك ايه، قايل لك ايه، which of the following must be ولا could. اه عشان must دي ما اخترناش سي بالظبط كده. انا فهمت جدا يا مستر، شكرا. استاذنكم بس لحظه في البي دي اف وارجع تاني، لانه لا لا غضب علينا البي دي اف. لحظه احنا prediction كم؟ احنا 8 ايه؟ ادوني بالظبط 30 ثانية. افتح بقى. شير. لحظة، حد في الويتينج؟ احنا في سيكشن كالكليتور رقم كم؟ 26. حاضر حاضر حاضر، اتفضل. انا لسه بسال، في حد في الويتنج؟ اتفضل. احنا كنا في رقم كام يا شباب؟ 25 ولا 26؟ لسه. تمام، فاضل لنا مين؟ 26. انا بس عايز 27. انا دخلتك يا ماما اهو. حاضر، 27 ولا 26؟ حد عايز 26؟ 27. 27 حاضر. 27 بتقول لي يا الله، a cylinder was altered by increasing the radius of its circle base by 10%. The radius بتاعنا زاد كام؟ 10%. ماشي، يعني ال R بتاعنا بقى 1.1 R. ما هو زاد 10% يبقى 1 plus 0.1 and decreasing its height by k percent. ال height بتاعنا احصل له degrees بايه؟ ب k percent، يعني 1 minus k over 100. ادي الايه الترانسليشن بتاعت الكلمتين دول. ماشي، if the volume of resulting cylinder is 8.9% greater than the volume of the original cylinder, what is the value of k؟ حلو قوي السؤال ده. الريزلتنج بتاعنا طلع اكتر من ايه، من الاوريجينال ب 0 ب 8.9، يعني 1 plus 0.9
0.089 اللي هي تدينا ايه 1.089. عملنا ترانسليشن لكل حاجه اهو. تعالى بقى ايه نشتغل على البروبلم. بيقول لي ايه بقى ان الفوليوم بتاعه الاوريجينال دي اللي هي 1.089 تايمز باي ار سكوير H اي زادت اهي عن مين عن دي اللي هي عباره عن عباره عن باي ار سكوير يعني 1.1 ار سكوير تايمز H 1 ماينس كي اوفر 100. وعايز ايه بقى what is the value of k عايز الكي عينينا الاثنين معلش بس في حد على الويتنج. حاضر اشكرك. هو عايز مين؟ عايز الكي. طبعا انت هنا شغل المينتال اكتر رغم انك سيكشن كالكليت بس شغل المينتال اكتر اكتر في ايه؟ هتشتغل بس على كونسبت بسيط جدا. هو اول حاجه هنشطب كده نعمل سكيب للباي مع الباي وايه اللي هنا ايه 1 minus k over 100 h times the height. برضو هنكنسل h مع ال h. فاهمني يا ابو صلاح؟ ايوه مستر. r square ده اللي هيتبقى هنا equals ايه بقى 1.1 square اللي هي ايه 11 square 121 يعني 1.21 r square times 1 minus k over 100. هنعمل divided 1.21 r square divided 1.21 r square. طبعا ال r square على r square. اعمل بقى difference على الكالكليتر سريعا كده اللي هي ايه 1.089 divided 1.21 قول لي هتطلع ايه. تعبك معايا ابو صلاح معلش. لا مش مشكله يا مستر. هو 8 ديفايدد 1.1 طلعت يا مستر ب 0.9. equals 1 minus k over 100. اعمل بقى شيفت سولف كده وطلع الكي. أنا ما حطيتش الأنسر بتاع 27 هتطلع ب هو حتى باين أهو 0.9 يبقى حصل ديجريز كده تقريبا 10%. المهم يعني طلع الكي طلع ب 10 مثلا الكي طلع ب 10 خلاص تبقى الأنسر. شكرا مستر. هو حضرتك قلت 26 لا ما قلتهاش. طب ممكن تقولها لي؟ انا كنت عايزاها. عينيا الاثنين. هو بيقول لي هنا ايه a minus 2x plus b plus 2y equals 8 و bx plus ay equals 4 in the system of equation above a and b are constants if the system has infinitely many solutions. حلو قوي انت كده حليت البروبلم بالكلمه دي. What is the value of A؟ يعني ايه infinitely many solutions؟ معناها ايه؟ تعرفي تقولي لي؟ يعني A minus 2 على B equal 8 over 4 صح؟ برافو عليك برافو عليك. A minus 2 قلتي over A؟ over البي. تمام برافو هتشتغليها كده يبقى ايه. بس خدي بالك في نقطه عايزك تاخدي بالك منها لو هتشتغلي كده. يعني هو قايل لي انها ميني سوليوشن صح؟ اه. فده معناه ايه؟ ان هما بارلل على بعض.
لا مش بارل على بعض، معناه انهم ايكوالز في السلوب وايكوالز فين؟ في الواي انترسبت. فالمفروض هنا الواي انترسبت بتاعتي تبقى ب 8، يعني المفروض اعمل الايكويشن دي كلها تايمز 2. فاهمه حاجه؟ اه فاهمه. فهمت الحته دي؟ اه تمام. تمام. ممكن تشتغليها كده، يعني تقولي تايمز 2 اهو. مين اشتغلها بتايمز 2 يا شباب؟ فتبقى 2b x plus 2ay equals 8. يبقى a minus 2 x plus b plus 2y equals برضو 8. يبقى ده equals ده. يبقى a minus 2 equals 2b. فاهمة دي كده؟ اه تمام. تمام. وعندك نفس الكلام. عندي مين؟ b plus 2 equals 2a. اعملي two equations, two system of equation وطلعي له اللي هو عايزه. عايز الa يبقى كنسل الb. خلاص حاجة ولا كمل؟ لا لا خلاص فهمت. اوكي. 28 29 30، وبعد كده نخش على الجريدين. 28 40 29 هتكون B اللي هي 120، 30 هتكون B. يلا يا شباب. 30 29. حد عايز حاجة تاني؟ 28 28. اه ما لازم، اصل هنقول 29 لازم نقول 28 لان الاثنين ريفير لبعض. ماشي. و30 البيج كلها بيقول لي هنا ايه؟ When Albert starts walking, Kimberly is 60 yards ahead of him. يعني المسافة ما بين Albert و Kimberly 60. تمام. They are moving in the same direction. بيتحركوا في نفس الاتجاه. On a straight path. Albert walks 80 yards. Albert و Kimberly. Albert بيمشي 8 for every 4 yards that Kimberly بيمشيهم. السؤال: Albert walks 3 yards per second. Albert بيمشي 3 yards per second. ده السبيد بتاعت Albert. يبقى السبيد بتاعت Kimberly لو عملنا كروس كده يطلع لنا الكيب كام؟ 3 times 4 12، 12 divided 8 يعني تدينا كام؟ 3 over 2 يعني 1.5. فاهمين حاجة يا شباب؟ اه يعني السبيد السبيد بتاعت كيمبري هتبقى ايه؟ 1.5 per second. ماشي. هو عايز ايه بقى؟ At these relative rates, in how many seconds will Albert catch up with the Kimberly? طيب تعال نشوف. ده هي المسافة كلها 60. Divide the speed بتاعنا يدينا time. 60 divided 1.5 يدينا ايه؟ فورت يا مستر. فورتي يا مستر. تبقى دي اللي كان عايز 28 كده. تمام. تمام. اوكي. 29 بيقول لي how many yards will Albert have to walk، يعني هيمشي قد ايه in order to catch up with Kimberly. يبقى بيسألني عن ايه؟ عن المسافة بتاعته. طيب السبيد بتاعته ايه؟ السبيد بتاعته 3 per second. هو فاضل له كام؟ فاضل له 40 اللي طلعناه من هنا اهو. شو هو قال لي؟ بيسالني هنا at this relative rate in how many seconds، يبقى التايم بتاعنا هنا 40. هو عايز ايه بقى في نمبر 29؟ how many yards، يبقى بيسالني عن الديستنس.
يبقى الريت بتاعه اللي هو السبيد تايمز مين التايم. السبيد تايمز التايم يطلع لي الديستانس اللي هي تدينا ايه 120. اتفهمت 29 ولا قلت تاني؟ تمام. اوكي. حد كان عايز 30 صح؟ والله انا معلم عليها كده. اه يا مستر. اوكي. 30 بتقول لي بيقول لي in the xy plane above the graph of y equals a يديني الجراف ده x minus 3 squared minus 2 ماله حضرتك؟ where a is a constant intersect line L at point 016. أي. إلا استفيدوا من ده بقى. اللي استفادة من الحتة دي. And Q. أو بيطاعوا بعض في الـ 2 points دول. What is the equation of line L؟ أنا عايز الـ equation بتاعت line L. طيب أنا الـ equation بتاعت line L متفقين إن الـ Y intercept بتاعته بـ 16. أي. طيب. يبقى انت بذكائك كده وانت بذكائك كده عينك على مين؟ على السلوب. لو عرفت السلوب انا طلعت الايكويشن بتاعت اللاين. طب السلوب بيقول لي y2 minus y1 over x2 minus x1. يبقى انا لو عرفت الكوردينيت بتاع البوينت دي اللي هي الاكس والواي بتاعتها اهي اقدر اطلع السلوب. طب نعرف الكوردينيت ازاي؟ طلع السوليوشن. ما هو البراب لو اللاين قاطعين بعض ده معناه ايه؟ ان الاكس بزيرو والواي بكام؟ ب 16. تعال نشوف. لو الواي ب 16 والاكس بزيرو تعال نشوف الايه بقى تطلع لنا بكام. واحنا ليه بنطلع الايه؟ ما انت استحاله هتوصلي للفاليو اوف اكس طول ما عندك النون اكتر من واحد. يعني انا عندي هنا الايه ما اعرفهاش لازم اطلعها. طيب يبقى 16 equals 9a minus 2 هنودي النيجاتيف 2 هناك بالبوزيتيف يبقى 18 equals 9a يعني الايه بتاعتنا بكام؟ ب 2 اهي الايكويشن تبقى عامله كده 2 times x minus 3 squared minus 2. حضرتك عايزه مين بقى؟ انا عايز الاكس اهو عشان البوينت دي عباره عن x و0. طيب حط الواي بزيرو واشتغلي على الايكويشن يبقى 2 تايمز اكس سكويرد ماينس 6 اكس بلس 9 ماينس 2 يعني 2 اكس سكويرد ماينس 12 اكس 2 تايمز 9 18 ماينس 2 يبقى تدينا بوزيتيف 16. يبقى عندي ايكويشن كده اهي هتعملي divided by 2 بس تبقى الايكويشن بتاعتنا x سكوير ماينس 6x بلس 8. طيب ايه بقى 2 تايمز 4 اهو الصم بتاعهم يدينا نيجاتيف 6 اهي يبقى الاكس بتاعتنا ب 2 او الاكس بتاعتنا ب 4. طيب ده معناه ايه بقى حضرتك؟ ركزي بقى معايا في الحته دي ان الاكس هنا ب 2 0 والاكس هنا بايه؟ ب 4 و 0. ما لازم يطلع لي 2 فاليوز للاكس عشان دي بروبلم. انا عايز السلوب بقى خلاص متفقين على الواي انترسبت. السلوب اطلعه ازاي؟ y2 minus y1 over x2 minus x1 يعني negative 16 over 4 يعني negative 4. Any equation فيها السلوب بنيجاتيف 4 مفيش غير بي. أي. طب مستر الايكويشن تمام فهمت بس الايكويشن اللي فوق اللي هي x minus 3 باور 2 انا قلت ان هنا الكيو ب 3 الكيو ب 3 لا لا ال 3 دي يا ماما الفيرتكس الكوردينيت بتاع الفيرتكس ده الفيرتكس دي تمام ماشي. بص يا ماما دي ال H ودي ال K يبقى هو قطع هنا في 3 ونيجاتيف 2 ده الكوردينيت بتاع الفيرتكس.
فهماني؟ تمام. ندخل على الجريدن. الجريدن عندي اول بيج فيها 5 بروبلمز، احط الان طبعا الانسر لازم تكون ايه؟ بوزيتيف. دي 3، دي 13، دي 16، دي 45، دي 8. يلا يا شباب. أنا عايزة 32. أنا عايزة 32. حاضر. ها ايه تاني يا شباب؟ 35 يا مستر. وانا عايز 35. انا سمعت 30. 30 كم؟ 33. حاضر. ها ثلاثة دول؟ اوكي. خلينا نبدا من 32. 32 بتقول لي 34 يا مستر معلش. 34 حاضر. ليه معلش؟ عيني سلام. Thirty two بتقول لي the state income tax where Allison lives is levied at the rate of K percent of the first 30,000. الراجل ده في الولاية اللي هو عايش فيها بيدفع لو الدخل بتاعه 30,000 بيدفع حضرتك K percent حلوة of annual income plus إيه بقى؟ plus K plus 4% of any amount above ال 30,000. حلوة قوي الحتة دي. يعني لو دخله زاد عن 30,000 أي زيادة فوق ال 30,000 هيدفع عليها K plus 4%. حلو الكلام. انت يعني وانت بتقرا المسألة الورد بروبلم عيش الريل لايف سيتويشن ده. بعديها this year Allison income was $65. الراجل ده دخل له كام؟ $65. يبقى يتحاسب ازاي؟ هيتحاسب K percent على اول 30,000 و K plus 4% على الايه؟ ال above 30,000. حلو الكلام. and ده طلعت واحدة مش مشكلة. and she paid 9,850. هي دفعت بقى في النهاية خالص على دول كام؟ 9,850 for the income tax. What is the value of K? يبقى أنت أو أنت بشطارتكم كده كون الـ equation اللي هو قايل لك عليها دي، هتلاقي نفسك حلتها في سكند لأن ده سكشن كالكليت. تعال نشوف هي دفعت كام؟ دفعت 9,850. على ايه؟ على كي بيرسنت اول 30,000 بلس دفعت ايه كمان؟ كي بلس 4% على مين؟ على الاباف ال 30,000 اللي هم كام؟ 35,000. مش هي كل دخلها 65، يبقى هياخدوا ال 30,000 تدفع عليهم كي بيرسنت. الزياده هتدفع عليها كي بلس 4. الزياده قد ايه؟ 35,000. شفت سولف اتحلت المشكله، طلعت الكي على الكالكليتر بسرعه كده اللي كان عايزها عشان يعمل كونفيرم انه فين. تمام يا مستر. تمام يا عمر. نيجي لمين؟ ل 33 بتقول لي B minus 3 plus A minus 5 bracket I equals A plus 8 I. In the equation above A and B are real numbers. If I ماشي root negative 1 عارفين. What is the value of B؟ عايز ال value of B.
طيب نركز مع بعض هنا. b minus 3 ده عبارة عن real number اللي هو equals مين؟ a. ليه؟ لأن مديني two equations equivalent لبعض، فده معنى إن الريل ده equal الريل ده، يبقى b minus 3 equals a. طيب إيه تاني؟ الكومبلكس ده 8i والكومبلكس ده a minus 5i، فده معنى إن a minus 5 equals 8. ايه ده؟ يعني الـ A عندنا هنا بـ 13. ايوه حضرتك الـ A بـ 13. ايوه equal 13، يبقى الـ B بتاعتنا equal 16. خلصت الـ problem. وصلت؟ المدمظيل اللي كانت عايزة 33، أي سؤال هنا؟ لا تمام يا مستر، شكرا. نيجي لمين؟ ل 34 بتقول لي ايه؟ In the figure above AB equals 12، ماشي. AC equals 15، اوكي. And CD equals 6، اوكي. انت مجرد ما قريت السطر ده قريت المسألة ولا انتوا مش معايا؟ يعني قريت او فهمت الدنيا رايحة فين؟ سكتك فيه. دمعتم. بص بقى بيقول لي both AB and CD are perpendicular، متشكرين، يعني دي 90 ودي 90 to AC. If the area of triangle ABE ABE اللي هو ده is B الاريا بتاعت ده، and the area of CDE CDE اللي هو ده is Q، هو عايز B minus Q. ده خلاص باينة زي الشمس، يعني ان في similarity ما بين التو تريانجلز دول. طيب علشان اطلع الاريا بتاعت B او بتاعت Q، انا عندي البيز هنا بتاعت ده ب 6 والبيز بتاعت ده ب 12، فاضل لي الهايت. هتعمل حاجة لذيذة قوي. ايه هي؟ كل هتعمله بس هتعمل كده، ترسم لاين كده اهو، الريشيو ما بينهم 6 to 12، يبقى الريشيو ما بين ده لده نفس الريشيو. طب هو كله ب 15، طبعا واضح ان ده الهاف بتاع ده وده كله ب 15، يبقى ده ب 5 وده ب 10، يعني الحته دي كده ب 10 الحته دي كده ب 5. وصلت المعلومه؟ لان في سيميلاريتي ما بينهم. خلاص يبقى الاريا بتاعت بي اريا اوف بي ايكوالز هاف تايمز بيز ب 12 تايمز هايت ب 10، اريا اوف كيو ايكوالز هاف تايمز البيز ب 6 تايمز الهايت ب 5. يبقى دي تدينا 60، دي تدينا 15، 60 minus 15 اللي هي b minus q تدينا 45. done. اللي كان عايز 34 تمام؟ اه تمام، شكرا يا مستر. عفوا يا مو. نيجي لمين؟ ل 35 بتقول لي ايه؟ A football game begins with a kickoff. The formula for the kickoff is modeled by the equation above, where h is the height in feet of the football at t seconds, and the a is a constant. Is the kickoff in the air for 5 seconds? Wow! In the air for 5 seconds. اهي ادي الفايف بتاعتنا، ده معناه ان الواي هنا بزيرو اهي البوينت دي، ماشي. What is the value of A؟ هو عايز الـ A. طيب خلاص تخيلي كده اتحلت. الـ X عندنا بـ 5 اللي هي T، والـ Y عندنا بزيرو اللي هي الـ H،
يبقى 0 equals negative 16 times 5 square يعني 25 plus 5a بس طلع الـ a بقى بالكالكليتر. ها تمام شكرا. 35. وصلت؟ وصلت يا مستر. هي طلعت معايا نيجاتيف 80. لو طلعت معايا حاجه في الجريدن ب لا مش عارف. انت عملتيها بوزيتيف 16، هي نيجاتيف 16. عملتها نيجاتيف 16 او طلعت نيجاتيف 80 برضه طلع نيجاتيف. طب ازاي يا ماما؟ ما دي بوزيتيف 5A. ممكن يا مستر لما جيت نقول هناك دي الناحيه الثانيه تبقى نيجاتيف 5A ايكوال نيجاتيف 16 تايمز 25. كنسلي دي مع دي واعملي ديفايدد 5 ديفايدد 5 في ال1 على 5 في ال1 5 تايمز 16 ب 8 اهي من غير كالكليتر خالص. ها يعني غالبا ستودي الناحيه الثانيه بالنيجاتيف. لا تروح ايوه تروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف عشان هي بوز. نعم شكرا. عفوا يا عمر. 36 نقول انسر 36 36 هتطلع ايه 36 62.5 37 تطلع 8 38 هتطلع 7 معاك يا شباب. 38 مستر. 38 ايه تاني؟ عايز حاجة تاني؟ 36 هتطلع 7 بالمرة. ماشي نعم ماشي 37 ماشي ماشي دي على 37 اوكي ماشي. طيب هنا بيقول لي in the figure above each of two circles has the same center O if OB to OQ is 3 to 5 OB the radius to OQ 3 to 5 ماشي. طبعا دي الريشيو ما بينهم ده مش معناه ان ده طوله 3 وده طوله 5. If the area of shaded region is 40 الاريا بتاعت الشادد ده 40 what is the area of large circle. عملنا واحده زيها قبل كده بس ما كانتش سيركل كانت حاجه ثانيه غير السيركل متهيألي يعني كان تو سكويرز جوه بعض تقريبا في نفس البريدكشن ده او بريدكشن 7 على ما اتذكر يعني. المهم هو بيقول لي هنا ايه ان الاريا بتاعت الشادد بتاعتنا دي ايكوالز ايه ايكوالز 40 اوكي يبقى 40 ايكوالز الاريا بتاعت الصغيره هنقول دي اكس مثلا ودي اكس عشان ده مش لينث دي ريشيو يبقى الاريا بتاعت الكبيره ماينس الاريا بتاعت الصغيره المفروض تدينا 40 يبقى نقول له كده 25 x squared ليه؟ ما انا هدي ده باور 2 عشان الاريا بتاعتي باي ار squared minus 9x squared تدينا 16x squared divided 16 divided 16 يبقى الx بتاعتنا square root 40 over 16 اللي هي equals 40 square root 40 اللي هو 4 times 10 يعني 2 root 10 over 4 يعني تدينا ايه root 10 over 2 ده radius بتاع مين سوري ده الx انا عايز بقى الاريا بتاعت large circle حاضر يبقى 5 times root 10 over 2 all power 2 يا بقى تطلع ايه على الكالكليتور معاكي
37 بتقول لي f of x equals ax square plus bx plus c in the function f above f 0 equals 10 and f negative 1 equals 18. What is the value of a minus b? حلوة قوي البروبلم دي. لا بروف أشكر اللي طلب 37. بس واحد بس اللي طلبها، فهل معنى كده إن كل الجروب عملتها رايت؟ ده سؤالي. أنا عملتها صح. طيب عملت إيه؟ عملت اديني بس كده ها. لما شفت إن هي الـ F بزيرو فعوضت في الأول، لما بالنظرة عرفت إن لما أعملهم ملتبلاي يعني السي هتبقى بتن على طول عشان بس الزيرو هتبقى. خلاص بس أشكرك أشكرك بس بس تمام. كنت عايز أعرف أنت فكرت إزاي. برافو عليك. أيوه كده. بص يا جماعة، هو مديني هنا الـ X بزيرو equals the constant. الـ constant ده هو الـ Y intercept بتاعتي اللي هي الـ C. يبقى خلاص أنت عرفت كده إن الـ C بكام؟ بتن. طيب تعالى للايه، للبوينت الثانيه، بيقول لي الاكس بنيجاتيف 1 الواي ب 18. خلاص يبقى الاف اوف اكس اللي هي الواي دي 18 والاكس بتاعتنا بكام؟ بنيجاتيف 1. هو عايز ايه ماينس بي. عوض يا برنس، تعالى نعوض. اف اوف اكس ب 18 ايكوالز اي تايمز اكس بنيجاتيف 1 سكوير بلس ال b times ال x بنيجاتيف 1 بلس 10. يبقى 18 equals a times negative 1 squared تدينا 1، يبقى a minus b عشان b times negative 1 تدينا b equals a sorry plus a plus 10. هناخد ال 10 الناحية الثانية بالماينس، يبقى a minus b equals a. بس طبعا مش فاهم احنا ليه قلنا ان ال C equal 10 الاول، ان هو قال لي F of 0 equal 10 بس برضه مش فاهم. حلو قوي. بص يا حبيب قلبي ما هقول لك يا حبيبي، ركز بس معايا في الحته اللي هقولها دي. لو انا رسمت لك مثلا مثلا يعني لاين كده اهو، وقلت لك البوينت دي ال X بنيجاتيف 3 مثلا، تبقى ال Y بتاعتها بكام؟ 0. حلو قوي. طيب البوينت دي قطع الواي في البوزيتيف، قلت لك مثلا الواي بتاعتها بوزيتيف 5، تبقى الاكس بكام؟ زيرو. برافو عليك. طول ما الاكس بزيرو يبقى دي الواي انترسبت. يعني لو قلت لك واي ايكوالز ام اكس بلس سي، وات از ذا فاليو اوف سي لللاين ده؟ هتقول لي 5 على طول. فاهم حاجه؟ اه. تعالى بقى لإيه؟ لو برابولا أهو عاملة كده مثلا، البوينت دي الكوردينيت بتاعها إيه؟ الإكس بزيرو والواي بوزيتيف، بوزيتيف كونستانت زي ما يكون بقى. فدايما الواي انترسبت بتاعتي الإكس كوردينيت بتاعها بإيه؟ بزيرو، عشان كده بنسميها واي انترسبت. فهمتني؟ أه تمام. فطول ما الاكس بزيرو واداني رقم كده، ده معناه ايه؟ ان السي بتاعتي وتبقى بقى جايه في البرابولا في السي دي هي الواي انترسبت. فعرفت ان السي ب 10 على طول كده. تمام يا حبيبي. نيجي لمين؟ ل 38. 38 دي اخر بروبلم في السكشن ده، وبعد كده ربنا يقض. نعم هاتك سؤال لو سمحت. اتفضل يا حبيبي. انت ليه حضرتك عاملها 7؟ طيب هي 8. انا عاملها 7. ايوه مستر هاتك كاتبها 7. لا دي 8 يا حبيبي. لا يا راجل 8 اهي. اه معلش ما خدتش بالي. لا لا انا بس عشان بص كنت عامل كده، فده مغطي على الرقم فباين 7. اه تمام ماشي يا مستشار. ماشي يا حبيبي. نيجي لمين بقى؟ ل 38 بتقول لي ايه؟ In the xy plan the graph of y equals negative x square plus 12 and the line L intersects the point
يبقى انا عندي هنا بروبلا اهي عامله داون وورد كانها عامله كده اهي. بص لا كده الفيرتكس مش مظبوط، معلش حاول اظبط لكم الفيرتكس اهي. اهي بروبلا عامله كده، عامله داون وورد بصه لتحت، وبص الواي انترسبت بتاعتها بايه؟ الاكس بزيرو الواي بتوين. حلو الكلام، كانها عملت اب 12 يونت. انت عايز ايه بقى؟ ندخل الناس بس ونشوف عايز ايه. And the line L intersects the point P في B with 3 and Q في Q negative 4. ماشي، يعني قاطع الواي في positive والواي في negative. اوكي للبروبلم دي. What is the greatest possible value of the slope of line L؟ عايزين السلوب بتاع line L. طيب بص يا احمد، احنا عشان نطلع السلوب بتاع line L لازم نعرف البوينت دي بكام والبوينت دي بكام. حلو قوي. عشان نعرف البوينت دي بكام اللي هي الاكس بتاعتنا، هناخد الواي هنا اللي هي ب 3 ونعوض في الايكويشن دي. هتبقى عامله كده 3 equals negative x squared plus 12. هنودي 12 الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف 9 ايكوالز نيجاتيف اكس سكوير. طير النيجاتيف مع النيجاتيف، سكوير روت سكوير روت، يعني الاكس بتاعتنا ايكوالز نيجاتيف اور بوزيتيف 3. ما انا ما اعرفش البي دي قطع فين الاكس بتاعتها، هل في النيجاتيف ولا في البوزيتيف، لسه ما اعرفش. فحطيت الاكس بنيجاتيف اور بوزيتيف 3. ماشي، اللي هي البي يبقى البي بتاعتنا ايكوال نيجاتيف اور بوزيتيف 3. طيب تعالى للبوينت اللي بعديها، هنعوض عنها عادي جدا، مش هتاخد في ايدك ثانيه. لو الواي بتاعتنا بنيجاتيف 4 ايكوال مستر معلش، هو لو في جيدن عادي برضه نكتب نيجاتيف او بوزيتيف، ولازم نكتب بوزيتيف بس؟ انا لسه ما طلعتش الانسر. يا ماما دي مش الانسر، افهمي بس معايا. انا بطلع البوينت اكس هنا، انا ما اعرفش الاكس بقى البي دي هي نيجاتيف ولا بوزيتيف. انت تعرفي؟ ما نعرفش. هنعرف امتى بقى؟ واحنا بنطلع السلوب. طبعا لو طلعت السلوب بالنيجاتيف اعملي كروس على الاجابه دي، ما ينفعش، لان هو عايز السلوب، فالسلوب لازم يكون بوزيتيف. هتفهمي قصدي لما اوصل لنهايه البروب معايا؟ طيب اوكي، هنودي ال 12 الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف 16 يعني سكوير روت سكوير روت، يبقى الاكس بتاعتنا نيجاتيف اور بوزيتيف 4. حلو قوي، يبقى انا عندي بوينت كده اسمها ايه؟ نيجاتيف اور بوزيتيف 3 و3، وبوينت الثانيه اسمها نيجاتيف اور بوزيتيف 4 و4. انا عايز السلوب، والسلوب لازم يطلع ايه بقى هنا يا شباب؟ عشان زي ما زميلتكم قالت، بس قلت لها انا عايز الانسر هي اللي بالبوزيتيف، السلوب بتاعنا لازم يطلع بالايه؟ بالبوزيتيف. طيب ازاي نطلعه بالبوزيتيف بقى؟ هنقول الايه 4 y2 minus y1 4 minus 3 over over ايه بقى؟ اخد نيجاتيف 4 over نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 اللي هي x2 minus negative 3. ليه؟ ما انا عايزها تطلع ايه؟ بالبوزيتيف. فاهميني ولا لا؟ سوري دي negative 4. يبقى negative 4 minus بس مش هنفوت 74 minus 73 عشان مثلا 4 minus 3 فهتبقى over 74 minus 73. انا مش فاهم انت بتقول ايه، بس لحظه اكتب دي بس. البي بنيجاتيف اور بوزيتيف 3 و3. ثواني يا ابو صلاح، البوينت الثانيه نيجاتيف اور بوزيتيف 4 و4. ايوه يا ابو صلاح بتقول ايه بقى؟ لا معلش بس شفتها 74 اللي هي مستر بوزيتيف ونيجاتيف 4 عم شفتها 74 مش بوزيتيف. عشان كده انا مسحته وكتبت تاني. تمام شكرا مستر، عفوا يا كبير. طيب تعالى بقى نطلع السلوب. السلوب بتاعنا يبقى عباره عن ايه؟ الواي تي الواي 2 اهي نيجاتيف 4
minus 3 y2 minus y1 over. دي طبعا هتدينا negative 7. لازم اللي تحت ده يكون ايه بقى؟ negative هو كمان. فاعمل ايه بقى؟ 4 minus negative 4 sorry minus negative 3. بص انت استغليتي نيجاتيف 3 ونيجاتيف 4، ما خدتيش بوزيتيف 3 وبوزيتيف 4، يبقى تدينا نيجاتيف 7 اوفر نيجاتيف 1 اللي هي تدينا ايه؟ 7. فهمتيني ولا ايه؟ تمام، شكرا يا مستر. عفوا يا عمر. بصوا يا شباب بقى، نصيحة كده يعني، صدقوني أقسم بالله اللي هيعدي عليه يوم بليلة محلش ماث يعرف كده إن سكوره في طريقه إنه يقل. اللي بيحل كل يوم ماث وتفر الكمية إيه، مش بالكم هي. يعني أنت لو حليت لي تيست واحد كل يوم، كل يوم بضمير وبدماغ حلوة كده، أبرك أنك تحللي ثلاث أربع تستات كده إيه، سلق بيض يعني زي ما بيقول. فلي رجاء من هنا لغاية الامتحان نشتغل حل كل يوم، تحل يا عم ده وانت قاعد كده زهقان، امسك لك سيكشن. حليت كتير إنجليش مثلا، اشتغلت النهاردة إنجليش كتير، خلاص قفلت من المذاكرة، افتح بس بيج، يعني بيج واحدة فيها أربع خمس مسائل كده حلها. إنما ما تعديش يوم قبل ما تنام كده إلا لما تكون حل. اعتبره من الأذكار، أنت كل يوم لازم تشتغل معه. عدى يوم أقسم بالله هيأثر في سكورك. يوم يوم، دي النصيحة بس أنا بقولها لوجه الله. ياريت كلنا نعمل. نعم نجيب من الامتحانات خلينا نحل كل يوم لحد الامتحان ما تخلص.